منتدى المستهلك الموريتاني يطالب بندوة أقامها بمقره بنواكشوط الحكومة بالتقيد بالأسعار الجديدة. وقال المنتدى إنه استقبل اتصالات من عدة مقاطعات بنواكشوط يشكو أصحابها من عدم تطبيق قرار تخفيض أسعار المواد الغذائية. وقال رئيس المنتدى إن على التجار التعاون مع المستهلكين. هذا احنا في منتدى المستهلك طالبين من التجار انهم يعودوا وطنيين، وهاي الظروف اللي تمر بها البلاد تمر بها العالم كامل، انهم يتعاونوا مع المستهلكين، يكتموا عندهم مستهلكين يشروا من عندهم، يا الله يتعاونوا كاملين على الاقل هاي الاسعار اللي 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 علنت السلطات واللي محدد فيها المواد يرتزموا بها. وهون خالق بعض احنا استقبلنا عدة شكاوى وتظلمات. ويؤكد المنتدى على ضرورة التحسيس حول هذه الإجراءات الجديدة التي يرى البعض أنها لم تترجم على أرض الواقع. فكثير من هذه الحوانيت لا علم له بها الأسعار، حتى أن البعض يقول بأنها لم تتجاوز مواقع التواصل الاجتماعي والإذاعة والتلفزيون. فكثير من التجار وفي مقاطعات مختلفة وطراف العاصمة ليس لهم علم بها، مما يعني أهمية التحسيس ولا حولها. والنقطة الثانية كذلك أهمية الصرامة بتنفيذها. فالحكومة وإن كانت عددت هذه القائمة وهي طبعا نقطة إيجابية بكونها تتحدث عن الأسعار. وشهدت موريتانيا منذ أشهر ارتفاعا كبيرا لأسعار المواد الاستهلاكية خاصة الأرز والزيوت والألبان، مما زاد من وطأة الغلاء وفاقم من تردي الوضع المعيشي. وقد أعلنت الحكومة الأسبوع الماضي عن ضبط أسعار المواد الاستهلاكية بنسبة 10% من السعر الذي وصلت له المواد الغذائية خلال الأسابيع الأخيرة. ويقول المدافعون عن الوضعية التي صارت إليها الأسعار إنها تعود لأوضاع دولية.